فقرتنا الأخيرة من حلقة هذا اليوم توعية عن مرض السرطان والكثير من المعلومات التي نحتاج فعلا أن نعرفها ومعنا الدكتور أحمد الصروي هو استشاري في جراحة الأورام وزراعة الكبد من مصر يسعد صباحك دكتور أحمد نورتنا في صباحك الله يسعدك يا سعين. رب دكتور أحمد هذا الشهر بيسموه شهر ربما توعية من سرطان الثدي تحديدا صحيح. مرض السرطان يعني بي يسبب خوف خلينا نقول وقت يذكروا الناس حتى في ناس لسه من اهالينا يعني بيخافوا يذكروا الكلمه بيقول لك هذاك المرض الله يا رب يعيذنا منه وهو طبعا انواع واشكال لذلك ربما احيانا الواحد بيسمع خبر بيقول لك لقوا علاج لمرض السرطان بالعموم بيكون هي جزئيه معينه يعني لذلك لو نريد ان نعرف قليلا هيك معلومات عامه تمحي تزيل بعض من هذا الغموض ما أسباب مرض السرطان هذا المرض المخيف اللي نحن ربما يعني نعيش أيضا زيادة في في نسبه وأعداده صحيح أولا أنا بشكر حضرتك على هذه الفرصة والاستضافة ويعني بحي يعني المستمعين المشاهدين قناتكم الكريمة أنا بس حابب أنوه تنويه بسيط أنا يعني الحمد لله في هذا التخصص من عام 2004 مارست جراحة الأورام تخصص يعني دقيق في مصر ودول كثيره حاليا في تركيا يعني انا الحمد لله طبيب نظامي لكن التخصص الدقيق يعني بعض الروتين بنستكمله ان شاء الله يعني لاحقا نمضي فيه هنا في تركيا طبعا تسمح لي ان انا اتكلم باللغه العربيه قدر الامكان والعاميه المصريه يعني لا ما في مشكله بالعكس خليها العاميه والعاميه المصريه قريبه من الجميع تعودنا نحن الدراما كلنا هو يعني يعني انا عايز يعني اوجه بعض الرسائل البسيطه جدا الى يعني جمهور القناه والحقيقه هتجيب يعني في طياتها عن اسئله حضرتك طرحتها مرض السرطان مرض مش مرض مرعب يعني اتمنى ان احنا في مجتمعاتنا يعني نتوقف عن اطلاق الالقاب الهوليوديه على مرض السرطان القاتل الوحش الصامت القاتل الصامت هذا الكلام خلاص لم يعد له واقع في الحياة العملية هو مرض غير مرعب نتعامل معه كأنه مرض مزمن زي مرض السكر وده مش كلام عاطفي ده كلام علمي يعني الـ 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 الهيئات العلمية الرصينة المتعلقة بمرض السرطان بتقول كده هذا مرض مزمن نتعامل معه مرض السكر مريض السكر وقت الاوقات بيكون سكره عالي شوية ياخد علاج يظبطه يحصل له بعض المضاعفات يتم التعامل معها وهكذا فعايزين ننظر لمرض السرطان أنه ليس وحشاً قاتلاً مرعباً كل هذه جميل على الاقل هذا نفسيا حتى الواحد صحيح. ما يكون يتدمر صحيح. لا حتى المصريين يسموه المرض الخبيث يعني نعم <applause> معانا في <applause> الايه في الصوره اسباب المرض هو الحقيقه كلمه اسباب دي احنا يعني لا نطلقها في سياق مرض السرطان احنا بنقول ايه عوامل تؤدي مرض السرطان نعم. وليس اسباب لان السبب يبقى هناك سبب يجب ان يحدث يعني مثلا التهاب الزائده الدوديه اذا حصل بكتيريا مع انسداد يصير التهاب زائده الدودية لكن اذا حصل بعض الحاجات مش بالضروره أنه ينشا مرض السرطان نعم. بعض الناس تظن ان ده يعني يعني مرض السرطان اذا حدث لا هي بنسميها عوامل او جميل. بالانجليزي ريسك فاكتورز عوامل خطوره عوامل يعني. خطوره نعم هناك الحقيقه قائمه طويله جدا ولكن انا لا اريد ان انا يعني ازحم هذه التفاصيل الكثيره للايه اقول بعض الحاجات اللي هي اذا فعلا تجنبناها وخدنا خطوات عمليه فعلا نتجنب مرض السرطان جميل وهذه مهمة مهمة جدا يعني هذا اللي ربما دائما اكثر شيء يهم بشرط ما يستطيع التحكم أحسن. به يعني أحسن. نعم لو انا أقول حاجة واحدة ويعني المستمع والمشاهد يطلع بها من هذه الحلقة لا تدخن م. لا تدخن يعني لك ان تتخيل اخي الكريم ان التدخين يصيب سرطان تتبع مسار الدخان من الفم والبلعوم والقصبة الهوائية ثم بعد كده طبعا الحنجره ثم القصبه الهوائيه ثم الرئه بعض حتى الانواع الاخرى زي سرطان البنكرياس المعده اصبح التدخين لا اقول يسبب لكن مرتبط ارتباط وثيق بها تمام ولذلك بعض بعض الاقوال تقول يعني مريض عفوا المدخن ان لم يمت بسبب اخر سيموت في السرطان يعني اذا ما مات قبل ذلك صحيح ولكن <applause> تتخيل يعني نعم. مثلا ان الطفل الذي ينشا في اسره رب الاسره مدخن فهو طفل في الاخر بيتعرض لدخان نعم منذ هو يعني لسه طفل رضيع واكيد هو شاف والده بيدخن فهو هيدخن يبقى اذا احنا اصبحنا امام بعض الافراد اللي هو بقاله له سنه بيتعرض للدخان ماذا نعم. تنتظر يعني هذه الرئه او الحنجره او ايا كان اللي ربنا خلقها عشان تتحمل الهواء ده تتحمل دخان ونيكوتين بقى لها 50 سنه يجب ان نعم ننتبه لهذا الامر يعني فلو قلت رقم واحد لا تدخن رقم اثنين هناك الكثير جدا من الشائعات التي تملأ الفضاء الالكتروني المتعلق بالاغذيه واصبح هناك تابوهات حاجات مرعبه ما تاكلوش سكر ما تاكلوش مش عارف ايه كذا لا خلينا نقول نبسط الامور نعم الاكل الصحي الذي يصنع في البيت هو افضل شيء الخضروات والفاكهه والميه وكل ما يقال بعد ذلك عن يعني افتراضات عجيبه لا مجال لها يعني من الصحه وهي اساسا ليس لها اساس علمي ولذلك الشخص الذي لا يدخن يلعب رياضه وزنه غير زائد بيأكل اكل صحي في البيت خضار فاكهه بيشرب ميه بيتجنب الدهون الزائده اللحمه اللحوم الحمراء الزائده يعني مش معقول هنلغي اللحمه الحمراء من حياتنا مش منطقي بعض الناس عنده اللحمه الحمراء بتجيب سرطان هذا الكلام غير حقيقي مم. وجد مثلا اللحمه الحمراء كثره اللحمه الحمراء مرتبط احيانا بسرطان القولون مرتبط ليس معنى ذلك ان كل الناس إن يؤدي نعم بالضبط يعني فاذا خلينا نقول ان الغذاء الصحي السليم في البيت اللي فيه خضار فاكهه ميه فيه الياف هذا ان شاء الله يقي من الاصابه بالكثير من الايه؟ من الاورام. ده بالنسبه لايه؟ للاكل والتدخين. اذا قلنا بعد كده ان يعني في بعض العوامل ال البيئيه لان السرطان هو مش حاجه واحده بس، يعني عوامل كثيره بتتداخل مع بعض. نعم. يعني على سبيل المثال بعض العائلات ينشا فيها سرطان، يظن الناس ان ده بسبب الجينات. هو مش بالضروره يكون سبب الجينات. فعلا هذا السؤال كنت أسأل. صحيح هل الوراثه عامل نعم. من هذه الوراثه عامل ولكن نعم. هو العامل الاقل. الاقل. يعني على سبيل المثال لو قلنا سرطان الثدي في كام واحدة يعني لو كام في المية من خمسة ل 10 في المية يعني من كل عشر مئة سيدة أصيبت بالسرطان خمسة احتمالية آه. لا أنا أقول هيحصل احتمالية أن بناتها يصابوا أو يعني الأقارب الإناث من الدرجة الأولى من خمسة ل 10 في المية فقط م. احتمال البروستاتا نفس الكلام سرطان البروستاتا عند الرجال برضه هو النسبة الأقل وهي احتماليات. إذا تأثير الوراثة تأثير قليل خلينا نقول في, في في السرطان هو, هو نعم. قليل إلى جانب الوراثة هناك العامل البيئي يعني الأسر المدخنة تبقى الناس كلها بتدخن نعم. الأسر اللي فيها سمنة كلها يعني ل... يعني عائلات فيها سمنة مفرطة هذه العائلات أكثر يعني عرضة من غيرها للإصابة بإيه بمرض السرطان إذا السمنة التدخين و الغذاء غير الصحي الغير هون بدي اجي شوي للغذاء غير الصحي لانه لازم انه يعني بالنهايه كليات الاسر مهما كانت الاصل الاكل في البيت لكنه بتاكل من الخارج او خلينا نقول الاشياء اللي هي جزء نص جاهزه مثل الاندومي وغير شغلات يعني ماذا عن الطعام لو نعرف اكثر فيما يتعلق فعلا بمواد قد تسبب السرطان في الماكولات بالتحديد هو طبعا فكرة ان يكون الشخص هو اللايف ستايل بتاعه او نمط حياته ان هو بيأكل من وجبات السريعة بشكل يومي هذا ضد كل القواعد الطبية الحديثة المستقرة نعم. وان هو بيكون كل اكله البروسيسد ميت او اللحوم المعالجة سواء بقى المدخنة سواء يعني اللحوم المعالجة اللي هي بقى طائفة كل اللحوم المعالجة البسطرمة بقى والسجق والامور دي كلها ده اصبح برضو ضد كل يعني القواعد الطبية المستقرة أنا بتكلم عن نمط حياة نعم. لكن إذا قلت إن الشخص ممكن يأكل هذا الأمر مرة مرتين في الأسبوع هذا عادي لا يمثل وطأة طبية حقيقية عليه لكن أنا أتكلم عن نمط حياة م. أتكلم عن الطفل الذي سنوات طويلة جدا من عمره يوميا يأكل بطاطس ويأكل همبرجر، يعني هذا الأكل اللي هو بيسموه الإيه الفاست فود, فاست فود يعني نعم. الوجبات السريعة وجد أن هذا الأكل بعد سنين طويلة هو أحد العوامل المرتبطة بنشوء الإمساك المزمن ووجد ان الامساك المزمن هو احد العوامل المؤديه الى بعض السرطانات زي القولون. ووجد ان هذا الاكل الكثير اللي هو وجبات سريعه كلها دهون يعني على طول مقليه 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 فالدهون الكثيره على مدار سنوات طويله ووجد انها مرتبطه مثلا بسرطان البروستاتا. ووجد ان هذه الدهون بتؤدي الى حاجه اسمها تشمع الكبد. يعني دهون على الكبد. ولذلك تشمع الكبد مؤخرا باحد الحاجات المرتبطه بسرطان الكبد. نعم. وعلى فكره تشمع الكبد ك يعني عنوان بحد ذاته بيمثل نسبه كبيره من أو يعني سرطان الكبد اللي بينشا في المنطقه العربيه للاسف والشرق الاوسط لذا وجبت يعني التنبه لهذا الامر يجب ان الشخص او الشاب او العامل او ايا يعني كان يتنبه لهذا يعني ما ينفعش تقول نمط حياتك كل يوم انك تاكل وجبات سريعه نعم. لازم تكسر هذه الايه نمط الحياه آه يا على قبل ان نخرج من التحدث عن عوامل الخطوره والتي يجب تجنبها ماذا عن الاشعاعات يعني موضوع لك الموبايلات الاجهزه آه يعني نحن خاصه انه نخل... خلينا نقول نحن في جيل هيك بنص اعمارنا يعني بنص اعمارنا بدانا باستخدام الاجهزه لكن نحن عم نحكي الان عن اطفالنا ولسه الجديد من ست سنين سبع سنين هو ملاصق لهذه الاجهزه، ماذا تقول الدراسات فيما يتعلق بهذا الامر؟ يعني لاي لا مدى ممكن تكون فعلا يعني بدل ما بدون لا افراط ولا تفريط يعني ما نكون عايشين بحاله من الفزع يعني كمان أيضاً صحيح هو الـ 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 الاشعاع الذي ارتبط او يعني يعني انه مرتبط في الدراسات بمرض السرطان هو الاشعاع اللي هو إشعاع علاجي يعني بعض المرضى اللي هم كان عندهم مثلا سرطان الليمفوما وعلى هذا الاساس تلقوا علاج اشعاعي او سرطان الثدييه واي سرطان تلقوا علاج اشعاعي يعني جرعات من الاشعاع عاليه مركزه على منطقه محدده من الجسم هم دول اللي ممكن عندهم احتماليات الايه يحصل لهم سرطان ايضا الاماكن اللي فيها تسرب اشعاعي زي بقى زمان بقى هيروشيما ناجازاكي زي <applause> مثلا مفاعل نووي اللي هو حصل في اوكرانيا اللي هو مفاعل تشيرنوبل مثل هذه الحوادث اللي وجد فعلا بشكل علمي انها مرتبطه اما كل ما يقال عن الاجهزه التليفونيه التليفونات سمارت ثينكس يعني سمارت يعني سمارت فونز الاجهزه الذكيه كل يعني ابحاث كثيره وافتراضات لم يثبت ان ليها اي علاقه بالاصابه بمرض السرطان. ولكن الحقيقه <applause> انا عايز اقول ان هي بقت مرتبطه بامراض يعني اصل مرض السرطان هو مرض نادر مش عايزين نعيش وهم السرطان لكن هذه الاجهزه بقى اصبحت مرتبطه ببعض الامراض السلوكيه وهي يجب ان ننتبه اليه صحيح اخرى <applause> 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 يعني <عاسي تصفيق> ومزال اخر آه دائما نتحدث عنه جميل انت فكرت انه مرض نادر هل من نسب يعني كم يعني درجة انتشار مرض السرطان إذا صح التسبيه وما هي أنواع مرض السرطان؟ تمام هو كلمة مرض نادر المقصود بيها إيه؟ عشان بعض الناس تقول مرض نادر ده إحنا بنشوفه في كل مكان، لا يعني لما نشوف الدول بشكل عام نسب الوفيات هنلاقي مثلا إن حوادث الطرق نسب عالية كثيره جدا، طب في الأمراض رقم واحد، رقم واحد أمراض القلب هي بتؤدي الوفيات فنقول إيه؟ إن مرض السرطان هو ليس رقم واحد في الوفيات في أي دولة في العالم. نعم. نسب مرض السرطان طبعا تختلف يعني على سبيل المثال نقول في الرجالة غير الستات يعني أكتر حاجة عالميا هو سرطان الرئة لكن نبص على الرجالة البروستاتا في المقابل عند السيدات سرطان الإيه الثدي طبعا هو من أشهر الإيه النسب قد إيه طبعا إحصاءات كتيرة جدا لكن مثلا نقول إن إيه في مش معايا طبعا الا إيه الاحصاءات متعدده كل سنه أكيد كل سنه أكيد. بيطلع بتطلع دبليو اتش او بعض الاحصاءات لكن مثلا نقول ان في امريكا مثلا حوالي 20000 حاله يعني اسف 200 الف حاله سنويا في الحدود دي يعني ما عنديش الحقيقه دلوقتي ارقام المنطقه العربيه لكن, لكن هقول ان النسب اه النسب الحقيقه يعني مش هتفرق معانا قوي ليه لان هي في الاخر احصاءات مرتبطه بنظم الصحه العامه في الدول إيه وهذه الاحصاءات لم تغير لم تغير العلاج هي غيرت الكشف المبكر وده عايزين نتكلم عليه جميل ازاي تم بالكشف المبكر الامور دي كلها حتى. هذا الذي سنتحدث عنه لكن قبل ذلك لو تعطينا لمحه عن انواع امراض السرطان دائما كما قلت ربما في المقدمه هناك انواع كثيره يعني لذلك في سرطانات تكون سهله وصعبه ليس كلها في باقه واحده وليس كلها في خانه واحده صحيح احنا ممكن نقول ان السرطان بينقسم عموما قسمين كبار قسم اللي هو الـ 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 الاورام التي تصيب الدم وقسم الامراض التي أو اورام تصيب الانسجه يعني بنسميها سوليد يعني الانسجه الصلبه. نعم. فما يصيب الدم مشهور الليمفوما ولوكيميا الليمفوما هو سرطان الغدد الليمفاويه. يعني ربنا خلق بعض الغدد الليمفاويه التي تقاوم العدوى. احيانا هذه الغدد بيصيبها سرطان، بيسموه الليمفوما. لو جه سرطان في الخلايا المكونه للدم سواء كرات الدم البيضاء او غيره ده اللوكيميا، هو سرطان كرات الدم البيضاء اللي موجوده في في الدم. نعم. ده قسم، قسم بقى يعني الاكبر منه هو سرطان الايه؟ السوليد او الانسجه اللي هي ليست سائله الصلبه. الصلبه. ده بقى يندرج تحته سرطان الثدي والقولون وسرطان البروستات والبنكرياس والكبد كل هذه والانسجه الرخوه والعظام كل هذه الاورام تندرج تحت هذا البند. اشهر حاجه طبعا كلنا عارفين سرطان الرئه ليه؟ عشان التدخين. نعم. زي ما قلت لحضرتك يقابلوا يعني في السيدات الثدي اشهر حاجه. في الرجال سرطان البروستاتا، ياتي بعد كده بقى لاحقا سرطان القولون، ياتي سرطان الكبد، طبعا تختلف النسب باختلاف المنطقه. يعني على سبيل المثال مثلا بعض الدول فيها فيروس سي عالي جدا ولذلك سرطان الكبد اكثر انتشارا. بعض الدول مثلا فيها سمنه عاليه جدا ولذلك الاورام المرتبطه بالدهون زي البروستاتا اكثر انتشارا وهكذا. فده القسمين الكبار، تختلف بقى الصعوبه ويعني وعنف الورم من واحد للتاني يعني مثلا سرطان الثدي هو سرطان من الممكن معالجته والشفاء منه التام والمرضى بيعيشوا سنين طويله من 20 سنه بعدها على عكس مثلا سرطان المعده لا زال سرطان عنيف شويه. نعم. كثيره. سرطان القولون حصل تغير كبير جدا طفره في علاجه حتى المرحله الرابعه من سرطان القولون يعني سرطان انتشر في الجسم بقى له علاج والمرضى بيخفوا يعني. جريم. فيختلف من من أمر الثاني يختلف من أمر, أمر لآخر ويختلف دائما حسب مرحلة الكشف عن صحيح. هذا المرض اللي صح. هي دائما هي العامل ربما الأهم تكون في علاج م. السرطان هو مرحلة الكشف عنه لذلك هنا تأتي أهمية الكشف م. آه المبكر م. ماذا يفعل الإنسان فعلا الموضوع الكشف المبكر ربما ونحن الآن كما ذكرت أنا في شهر التوعية من شهر سرطان الثدي سرطان الثدي إلى حد ما هناك توعية آه لي وحنفرد حديث عنه ربما دقيقتين لكن بقيه الامور كيف يعني إنسان العادي يعني بدون ان يفرط ما يصير واحد عنده وسواس قهري للفحوصات لكن كيف ممكن ان يكشف مبكرا عن وجود سرطان لا سمح الله احسنت يعني انت حضرتك قلت يعني جمله انا كاتبها عندي رساله لازم اقولها لكل الناس الا وهي البعد عن الوسوسه بعض الناس بتستسلم لمرض السرطان انا عندي سرطان طب انا ازاي اعرف ان انا ما عنديش سرطان ويفضل في هذه الثنائيه انا عندي سرطان وازاي اعرف ان انا ما عنديش سرطان عمر طويل وضيع فلوس وجهد وعلى هذا الاساس دي نقطه مهمه جدا لا تستسلم لوهم مرض السرطان لا تستسلم ان انت عندك مرض سرطان وتجري ورا يعني كثير جدا من الاشعات لكن اتبع اتبع ال... ال... النظم او الجايد لاينز اللي بتطبقها الدوله اللي انت بتعيش فيها وأصبحت بروتوكولات في كل حته في العالم الحاجة الثانيه نقطه مهمه قبل ما اقول الخطوات نعم ماذا يفعل العالم الان فيما يتعلق بمرض السرطان العالم الان لا يجري وراء بشكل اساسي والدول والنظم الصحيه ونظام الصحه العالميه احنا مش بنجري ورا مرض السرطان عشان يجي فنعالجه لا الدول بتصرف فلوس علشان تكتشفه مبكرا او تمنع حدوثه نعم فيصبح من الفطنه ومن ال... ان الانسان يهتم بصحته يهتم بالوقايه منه ويهتم بالكشف المبكر عشان لا قدر اذا حصل يكتشف في مرحله مبكره وعلى هذا الاساس يكون علاجه سهل ويكون علاجه اقل تكلفه واقل وطاه والشفاء اعلى نعم. الكشف المبكر احنا بما اننا في شهر التوعيه من مرض السرطان نقول ان في قسمين كبار. في قسم ناس عاديين ليس عندهم في العائله تاريخ مرضي لاصابه مرض السرطان. دول ليهم جايد لاينز او ليهم خطوات وفي ناس اللي عندهم يعني في تاريخ حالة مرضي في العائله, حالة في العائلة. ليهم الفرق بينهم ايه؟ ولا لا اكثر ولا أكثر. فيش خطوات زياده الا إيه الخطوات اقل شويه، يعني اقل في المسافات الزمنيه. نعم يعني عشان ابقى واضح، إذا قلنا مثلا مثلا يعني إيه الشخص اللي بيعمل مثلا على الأقل كل سنة، على الأقل كل سنة أشعة تشيك اب على نفسه، صورة دم كاملة، بيعمل وظائف كبد، بيعمل آه وظائف كلى، بيعمل آه هي صورة الدم الكاملة. بتخلينا نكتشف حاجات كتيرة جدا جدا. رقم <applause> فرقم واحد في الوقاية أنك تهتم أنك تروح مثلا مركز طب عائلة مستشفى أيا كان وتطمن على نفسك وتعمل إيه كلنا بنهتم بتحديث تليفوناتنا ولكن ناس كتير جدا بتهمل هذا الامر، روح مركز طب العائله لو عندك اي شكوى طبيه، اعمل صوره دم كامله ووظائف كبد ووظائف كلى وهذا يكفي للشخص آه. الصحيح يومي. اللي ما عندوش مشكله جميل اذا وظائف الكبد والكلى وفحص وصورة الدم وصوره الدم, الكامل نعم. تمام ده بيورينا حاجات كثيره جدا وهذا كما ك... ذكرت انا قبل قليل هو حيكون معنا الوقت انا هستعجلك شوي دكتور أتفضل. بس كما ذكرت قبل قليل انه متاح في كثير من المراكز ربما واحده بشكل مجاني آه. ربما معنا دقيقتين دكتور ف اياك يعني, <applause> <عزب سريق تصفيق> نقول, يعني. أن نقول <applause> بقى ان السيده اللي تمت 45 سنه تعمل ماموجرام نعم. بشكل سنوي اللي هي عندها تاريخ مرضي في العائله هتعمل بدري شويه بعض الابحاث تقول 25 سنه لكن هذا دي امور بتقدر بقدرها الطبيب لازم يقول لكن الاساس 45 سنه نقول ان ان سرطان البروستاتا من 50 سنه في تحليل معين بيعبر عنه نحب نعمله الشخص المدخن لازم بكره الصبح يروح اللي بقاله 20 سنه مدخن نعم بكره الصبح يروح يعمل اشعه مقطعه على الصدر عشان ده يبقى البيز لاين بتاعنا اللي نبني عليها بعد كده المتابعات. دي اشهر الحاجات. الناس اللي عندهم تاريخ مرضي في العائله مثلا سرطان القولون بيعملوا منظار قولوني مباشره. نعم اللي ما عندوش نقول مثلا عند 45 او 50 سنه يعمل فحص براز عادي جدا احيانا بيكتشف فيه بعض الايه الحاجات المعبره. أحيانا مش عايز يعني اجتزئ يعني ايه لان جايد لاينز متشعبة جدا البروتوكولات متشعبة لكن تبدأ من عن طبيب العائلة أصبح كل هذه البروتوكولات واضحة تماما عن طبيب العائلة طبعا لسن الشخص وتدخين و والتاريخ المرضي في العائله معظمها اذا خلينا نقول من 45 فما فما فوق ربما معظم ما ذكرته باستثناء آه موضوع التدخين وباستثناء موضوع السنوي آه موضوع لو فيه تاريخ مرضي في العائله نعم ده له يعني إلى الكلام فحص ابكر من ذلك، دكتور اشكرك على على ما تفضلت به الوقت ربما ضيق لكن المعلومات قيمه جدا آه وهي كافيه يعني حقيقه يكفي ما ذكرته فعلا عن موضوع الغذاء الصحي ترك التدخين وايضا تجنب السمنه في وعدم الخوف وعدم الدخول في هذا الرهاب، أشكرك جدا دكتور نورتنا جدا في هذا البرنامج الصباحي